اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بالنسبة لي أنا راقي وفي نفس الوقت روحاني وباحث في هذا الميدان معالج نمر الرباط، والحمد لله يعني كاين تنعالج الناس. هذا هو البداية ديال كان واحد الميول، كان واحد الاهتمام، كانت واحد الرغبة، وكان شي حاجة موروثة ما غاديش نكذبو. هذا ما كان أول البداية، ما كنتش يعني كانت عندي نوايا ديال العلاج، ولكن مع مرور الوقت وليت باحث في هذا العالم والحمد لله وليت نعالج الناس. هذا ما كان أولا استطعت باش نجيب كليان، لأن كاين الناس اللي تيتعالجوا وكاين الناس اللي تيشوفوا شي أمور اللي هي مرئية قدامهم، هما تيعيشوها وتيامنوا بها. رغم ان هذا العالم هذا كاين الناس اللي ما تيامنوش بهذا العالم، ولكن من خلال الانسان اللي تيكون مريض ديك الساعه تيقتنع بان فعلا هذا السحر وهذا العالم الروحي كاين. اولا نوع الامراض هي العين والحسد والتوابع والعوارض والعشاق والأصحار بجميع أشكالهم. حقيقة الشغل هي أن هي المسألة هي شرعية وليست غير شرعية، مش أساليب شعوادية وملتوية ولا عزائم ولا طلاسيم. أنا ما عنديش مع العزائم ولا الطلاسيم، هذا بذكر الله وبالدعاء وما هو رباني. هذا ما كان بالنسبة لي الاشتغال. الحمد لله راه كاين اشتغال عن بعد وعن قرب، لأن كاين الناس ما تيأمنوش على الاشتغال عن بعد. الاشتغال عن بعد كاين، والدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، بمعنى أنك ناوي أنك تعالج عن بعد، إذا راه غتنوي أنك غتعالج عن قرب. وبالتالي القرآن اللي غيتقرأ عن بعد وهو القرآن اللي غيتقرأ عن قرب. والشافي ليس بالراقي والمعالج والروحاني، الشافي هو الله. الله سبحانه وتعالى يقول لك اذا مرضت فهو يشفين. والقران كاين الناس اللي تيطعنوا في القران، تيقول لك ماشي عالج وهذا خطا. الله سبحانه وتعالى كاين دليل على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول لك ونزل من القران ما هو شفاء. اذا خصنا نركزوا على ما هو شفاء ننزله. الله سبحانه وتعالى يقول ونزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا، بمعنى أن القرآن فهو شفاء. لذلك ما خصناش واللي القرآن اللي تقرأ عن بعد هو يتقرأ عن قرب. والنية ملي تكون إنما الأعمال بالنيات، إذا كاين العلاج عن بعد تاهو. والرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك داو مرضاكم بالصدقة، حتى الصدقة عن بعد راه كاين الصدقة عن قرب. وبالتالي الصدقة والاستغفار والدعاء هذا كلهم وسائل وأسلحة للعلاج، سواء عن قرب أو عن بعد. عرفتي والله العظيم إلا غضعف ضعف 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 ما فين غادي يصح. إذا بعض المرات أنت كتحس بشي قطيب في العضو الذكري ديالك بحال غيخرج، كاين هادشي لا؟ قلت لك انا داكشي بحال داخل ولا خارج، والله ما تعرفوش داخل ولا خارج داكشي. وبالنسبه للحاله ديال الرجل الثاني اللي هو في المانيا في مدينه دورتموند، عنده اشكال ديال التقاف اللي هو مثلا ما معنى التقاف؟ هو الجماع مع الزوجه ديالو، يعني ما منعدم بسبب سحر. اذا هذه ساحره
تتستوطن في القا في العضو الذكري ديالو، وفي التالي تتعرض للنفور من الزوجة، كذلك هو ما الرغبة الجنسية تتنعدم، وحتى القدرة الجنسية أو انتصاب نحياء في الدين تنعدم. لذلك هذا ما يسمى بالتقاف، سحر التقاف. أما والربط أما عند النساء اسمه سحر التصفيح، وهناك فرق ما بين سحر التصفيح وسحر الربط. سحر الربط عند الذكور الرجال، وسحر التصفيح عند النساء. إذن هذا الإنسان هذا خصو علاج باش يتعالج عن بعد، راه يتعالج عن بعد. لماذا؟ لأن كما قلنا نرجعوا للموضوع الأول، بأن القرآن اللي غيتقرأ إن شاء الله النية اللي كاينة عن بعد تكون تاع عن قرب. إذن هذا الشيء راه ثابت، هذيك المعدة اللي مستقر لك فيه الماء في السحر، هذاك ما يسمى بالسحر المأكول. والسحر هذا السحر المأكول والشياطين هما اللي تيوكلوه باللي ما يسمى بالإطعام المنامي، تيخليوك تتنعس. وبالخصوص هي إذا كانت هي الأفعال اللي ساكنة لك في العضو الذكري ديالك اللي هي عاشقة ديالك، هذه تتوكلك بالليل، تتخليك تتنعس وتوكلك. علاش تتوكلك الأسحار؟ باش انت تضعف وهي تقوى. عرفتي والله العظيم الا غضعفت ضعفت ضعفت ضعف ما فين غادي يصح. ها اذا بعض المرات انت كتحس بشي قطيب في العضو الذكري ديالك بحال غيخرج، كاين هادشي؟ لا قلت لك انا داكشي بحال داخل ولا خارج، والله ما تعرف واش داخل ولا خارج داكشي. وبعض المرات تتنقل لك في الجسد، تمشي لك الراس، تمشي لليدين، الصبعه لتحت، الصبعه هاد المرات بحال هكا. اليدين ديالي اصلا منملين، اليدين منملين، الرجلين ديالي حتى هما يعني الا درتهم في الماء الماء سخون وندير فيه الملح المحيه، الملح هذيك الغليظه. لا حيت كاينين دابا شي وحدين ما تيامنوش بالعلاج عن بعد، فهمتيني؟ هضرت مع واحد السيد قال لك العلاج عن بعد ما يمكنش، والعلاج عن بعد راه يمكن. علاش؟ لان القران اللي تيتقرا، اللي غيتقرا القران اللي غيتقرا هنا غيتقرا حتى تما في المانيا. انت في فرانكوفون ديالك، فرانكفورت فرانكفورت. المهم بغيت دابا الناس اللي تيقول لك لا واه العلاج ما كاينش عن بعد، لا كاين. علاش ما كاينش؟ لا القران اللي كيتقرا تما غيتقرا حتى هنايا، النيه اللي كاينه هنا غتكون تما. قال لك انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش الناس يقول لك لا العلاج عن بعد ما يمكنش؟ يمكن، لان حتى الشخص اللي كاين تما حتى هو راه غيلقي راسو، غيقرا القران راسو، داكشي اللي غيقرا الاخر انا غيتقرا يتقرا تما، فهمتي؟ هذا غير بعض الاغلاط اللي بغيت نصحح لبعض الناس وصافي. انت كما قلت لك دابا راه الحمد لله تتحس بالحركات ديالها، تتحس في الاول ما كنتيش عارف الحركات ديالها، ما كنتيش عارف الموقع ديالها، دابا الحمد لله بديتي تتحس وبديتي تتفهم بان المواقع اللي تتمشي ليها، الموقع ديال هاد الافعى هادي الساحره، راه هي راه ساحره باش تفهم، راه ماشي خادمه عاديه، هي راه كتسحر وكتوكل، تتسحر وكتوكل وتتجدد. توقع لك واحد جديد ديال الاسحار باش داك التقاف، راه عندك انت التقاف مع الزوجه ديالك باش تفهم، هذا سحر التقاف، فهمتي؟ ولكن ان شاء الله الاقفال غادي يتحلوا ان شاء الله باذن الله، والعقد، لان خصنا نخدموا على العقد ونخدموا ان شاء الله على الاسحار والاستفراغ. انت غادي تركز على جوج حوايج، استفراغ والعقد، استفراغ والعقد، هي غادي نوصلوا لها باسرع وقت ممكن. ملي غنوصلوا ليها هي هذوك العشوب، هذوك العشوب صافي راه درتهم، ولكن خصو يبردوا دابا. لا من طبيعه الحال ما خصهمش كاع لا يبردوا بزاف لا يسخنوا بزاف، وما عليش كاع ولو يكون بارد. يعني يشربهم يكونوا ماشي يعني ديك الشيء، المهم يكونوش باردين وصافي. المهم المهم غادي توجد ان شاء الله العسل والحليب اللي قلنا. العسل راه موجود، هذا مكان، فهمتيني؟ غتوجد هذا الشيء ان شاء الله، غتوجد هذا الشيء ان شاء الله باش نبداو ليها. وهي راه غادي نقبطوها، غادي تقبط غتقبط حتى هي ما تهرب. هذيك الماء ياك مصفي؟ غادي تصفي داك المضاء اكيد، فهمتي؟ نقراو ان شاء الله عليه ايات السحر باش داك الشيء تبطل. ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله.
ودرت فيه ديك شو درتي؟ ولا صافيني. المهم شوف، المهم دابا ان شاء الله راه غنبداو ملي غادي نوصل للدار غنبداو ان شاء الله. انت دابا غاستعد، هذيك غادي نحكموها باذن الله بقوه الله وجلال الله، صافي. بالنسبه للشخص الثاني المريض كاين في دوله لندن، يعني دوله بريطانيا، وهو مقيم في يعني في لندن. هو من الاصل تونسي وعنده مشكل ما يسمى بسحر الكراهيه والتطليق والشتات والدمار. اذا الاشكال اللي عنده هو ان الزوجه ديالو هي في دار وهو في دار، وبيناتهم 30 كيلومتر في بريطانيا، ولكن الاشكال اللي عنده هو ما تقبلاتوش، كرهاتو، ولادو كذلك تيكرهوه. هذا ناتج عن سحر التطليق والكراهيه. وهو انه المراه عندها داكشي، من خلال داكشي اللي عرفناه هو ان عندها عاشق، وهذاك العاشق هو اللي خلى الزوج يعني باش ينفروا من الزوجه ديالو. وطبعا كما تيعرفوا الناس المعالجين والناس اللي عندهم درايه في هذا العالم، ان تيكونوا الخدام والصحراء وتيكونوا الحراس في المنزل على برا الخارج، والخدام تيكون طبعا هما اللي حارسين السحر في البطن باش ما يخرجوش. وفي التالي تيدخل خادم الى رحم الزوجه، وبالتالي تيستوطن في الرحم ديالها، وتيسبب لها بزاف ديال الامور، وتيتحكم فيها. وبالتالي داك الزوج غادي ينفرو، غادي يتحكم في هذيك الزوجه. هذا الشيء اللي شرحنا ليه في الفيديو، وهو راه تفهم باش ما يكونش تطليق، لان هادو هما الملامح ديال التطليق والملامح ديال الكراهيه، باش شتات الاسره تشتت، وداك الشيء خطير جدا. وفي سوره البقره تيقول الله سبحانه وتعالى: يتعلمون بعد هادو بلا يستمع لهم الشيطان الرجيم، يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اذا هنا تنخصنا اي واحد عنده هذه الحاله خصو ينتبه، لان الشياطين الهدف الاسمى ديالهم هو التطليق. لكن واحد الشيطان تيسبب التطليق، والشيطان الاكبر تيقول ليه انت. لماذا؟ لان هذاك هو الهدف الاكبر عند الشيطان، هو شتات الاسره، تشتيت الاسره. لذلك الناس اللي عندهم هذه الحاله انتبهوا. انت في لندن، هي في لندن، وبيناتكم تقريبا 30 كيلومتر. لا لا لا، اقل واحد النص ساعه برك في الترولي. اقل. دابا 10 كيلو، 10 كيلو برك. دابا قلت لي انت يعني بنات، يعني بحال كي ما تحملكش دابا حاليا والو، يعني بحال قلتي ما تخليكش تمشي عندها للدار. الو كتسمعني؟ قلت لك زعما ما تخليكش، هي يعني ما تخليكش تمشي للدار عندها. لا ما تخلينيش. لا بصح انا نعرف الدار بصح ما تخلينيش ندخل. التزمت ليها بانها راها مريضه، باش ما تقولش صافي هذه ما بقاتش مرتي ولا غنطلقها ولا هذا، لان الهدف ديالهم الاسمى هو الطلاق. الله سبحانه وتعالى في سوره البقره: يتعلمون بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بمعنى انك انت لازم تنتبه لهذه النقطه، لان هما الهدف هو التشتيت، الدمار، الكراهيه. السحر اللي دار لكم هو التشتيت والدمار والطلاق، ما يسمى بسحر التطليق والكراهيه، مع خدام، مع هذا عاشق في الدات ديالها، لكن كاين الحراس في المحيط ديالها، باش بعين الاعتبار تستحضر هاد النقاط، فهمتي؟ دابا الاولاد عاديين، الاولاد عندهم ما فيهمش مشكل، هما معاك علاقتهم مع الاولاد. الزوج الكبار ما يبغونيش. الزوج الكبار ما يحملوكش. غير الصغيرة برك، الصغيرة اللي راهي معايا تسمى هي اللي راهي اللي تجيني كما نقول، الاخرين ما يجونيش. واذا اذا 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 حتى هما راه يعني تقاسوا بهذا الشيء هذا.
يعني يعني لازم انت تدير شي حيله كما قلنا البارح، هي تحكمها تروح عندك البيت، جي عندك البيت شوف شي اسلوب، شوف انت اللي تعرف اسلوب كيفاش غادي تقنعها باش تروح تجي للبيت. العاشق اللي تيخليها هي تهرب، العاشق هو اللي تيخليها تهرب منك نتايا. ايه عارف هاي من هو، فهمتيني؟ لذلك خصك كل شيء جميع سميتو خصك تستحضرهم باش نشوفوا شي اسلوب باش نحكموه هما، هو راه غيتحكم ولو عن بعد، ملي يكون عندك تما غيكون غيتحكم ولو عن بعد. تلوب اخر باش نحكموه هو ماشي هي، هو دائما ان شاء الله. ها فهمت؟ ان شاء الله انا معاك، انا معاك ضروري ان شاء الله باذن الله نوصلوا لشي شي 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 حل، شي حل ان شاء الله باذن الله. الله بالدعاء والاستغفار ان شاء الله باذن الله، باذن الله ان شاء الله والله، قوه الله وجلال الله. وعندي واحد الخطاب لهاد المشعوذين، هو رساله انهم خصهم يخافوا الله، لان قال الله سبحانه وتعالى يفلح الساحر حيث اتى. لذلك اي واحد دار ضر خوه مسلم الله سبحانه وتعالى يتبوا مقعده في النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الناس الساحر العقاب ديالو هو الحد. اذا خاصهم يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى المشعوذين هادو. والكلمه الاخيره وهي ان الناس ان شاء الله اللي عنده اي مشكل مرحبا في الخارج او في الداخل اينما كان، ويجيب النيه فمرحبا، والرقم راه غادي يكون ان شاء الله في هذه القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.